ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لا تزال الطفلة الرضيعة إلهام التي تتحدر من قرية تيويلي التابعة ترابيا لإقليم جرادة مختفية عن الأنظار منذ 3 أيام دون أي مستجدات عن تفاصيل الاختفاء الذي استنفر العائلة والساكنة. ووفق معطيات موقع أشكين، فإن الطفلة البالغة من العمر 1.5 سنة اختفت عن الأنظار في ظروف غامضة يوم الثلاثاء الماضي بعدما كانت تلعب رفقة أختيها بالقرب من منزلهم المطل على إحدى الغابات. وترجح الأسرة المكلومة أن يكون سبب اختفاء الرضيعة هو اختطافها من قبل أحد الأشخاص لغرض ما، حيث لا تنفك في البحث عن فلدة كبدها ليل نهار رفقة ساكنة القرية والدواوير المحادية. وتسابق الأسرة المكلومة الزمن للعثور على ابنتها حية وسالمة، إلا أن لا جديد لحدود اللحظة يجعلها تخشى أن يكون مصير ابنتهم مأساويا كباقي الأطفال الذين تم اختطافهم في الآونة الأخيرة والذين تم العثور عليهم جثة مهدودة. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.